أهلا بكم، وهذه المتابعة لأهم أحداث مصر والعالم من استوديو الآن. توصلت مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وهذا خلال لقاء المستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مع رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية كينث بلانكو على هامش زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى واشنطن الذي ضم أيضا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي الذي أكد مساندته لمصر في مجال تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفيا اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي. سيادة اللواء، أرحب بك في البداية، كيف ترأى أهمية هذه الاجتماعات في ملف مكافحة الإرهاب في مصر الذي قطعت فيه مصر مسافات كبيرة وأشيد بما قدمته في مكافحتها للإرهاب على المستوى العالمي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المشاهدين. أولا، مصر تواجه الإرهاب في جميع منظماته وضد جميع أفراده الإرهابيين. ثانيا، إنها تواجه الإرهاب في كل موقع وفي كل مكان في العالم وليس على أرضنا فقط. نعم. فهذه الخطوة تعد في سبيل مواجهة الإرهاب اقتصاديا بتكثيف منابع تمويله، تكثيف الملاذ الآمن لعناصره سواء منظمات أو أفراد، ونضع العالم أمام مسؤوليته لمواجهة هذا الطاعون الذي ألم بجميع دول العالم. وجميعا نعلم أن الإرهاب أصبح دوليا وأصبح يطول بقاع العالم بأجمعها، لذلك آلت مصر على نفسها أن تواجهه في كل موقع وفي كل مكان وتضع العالم أمام مسؤوليته لتكثيف منابع تمويله، لإلغاء الملاذ الآمن، لتدمير مراكز تدريبه قبل المواجهات العسكرية، هي دفة هذا الطاعون الذي ألم بالعالم. سيادة اللواء، يعني مثل هذا اللقاء الآن الذي يضم المعنيين بمكافحة الإرهاب والفساد ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، كيف من الممكن أن يكون هناك التعاون الحقيقي الذي نراه على الأرض يتم تنفيذه فعليا؟ مصر رائدة في موقعها، الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في جميع بقاع العالم، إذا هذه كماشة أو هذه آلة حادة تدمر رأس الإرهاب في كل موقع في العالم. بسيادة اللواء، أشكرك لواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولي على هذا التوضيح. ينضم إلينا أيضا الآن الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، أرحب بك في البداية، وكنا نتحدث عن ما توصلت إليه مصر والولايات المتحدة من اتفاقيات لزيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية. ما يخص مكافحة غسل الأموال دكتور هشام، كيف من الممكن أن نرى هذا التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر؟ الخير في البداية، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو مؤكد العلاقة فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر علاقات قوية، ومزيد من التنسيق والتعاون فيما بين الجانبين على كافة الأصعدة، بالتأكيد أمر هام وضروري، وخاصة ما يتعلق بالتطور في الوضع الاقتصادي. ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، مؤكد أنه في هدف أنه هذه العلاقات الاقتصادية تزداد قوة، وفي ذات الوقت أيضا تكون في إطارها المنضبط، بمعنى أنه التوجه مش بس لزيادة العلاقات الاقتصادية سواء كان على مستوى زيادة الاستثمار أو التبادل التجاري أو غيره، ولكن كمان أنه مهم أوي أنه يكون كل ما يتعلق بأمور الحوكمة فيما يتعلق بهذه الاستثمارات يكون بيسير بشكل جيد، وبالتالي مزيد من التنسيق والتعاون فيما بين الجانبين في أطر غسل الأموال والشفافية وما إلى ذلك بالتأكيد بيكون أمر هام للغاية.
يعني الآن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد الجهة الوطنية المسؤولة عن تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تتلقاها طبعا من مؤسسات مالية ومهن وأعمال غير مالية. كيف تشارك هذه الوحدة بفاعلية كبرى في مجموعات كبيرة، مجموعات عالمية فعالة أيضا في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال للتدريب والمساعدة الفنية مثلا واكتساب المزيد من الخبرة لفرق العمل؟ هو بالتأكيد مكافحة غسل الأموال على وجه الخصوص بتحتاج لتنسيق على المستوى الدولي، وهناك اتفاقات دولية بتحكم إطار تطبيق هذا الأمر داخل كل دولة وفيما بين الدول بعضها البعض، لأنه قد يكون قضايا غسل الأموال بتتعدى حدود دولة واحدة، وبالتالي مزيد من التنسيق وتبادل المعلومات وحرفية تطبيق النصوص الدولية المتعلقة بهذه الاتفاقات بالتأكيد بيكون أمر هام للغاية. وأتصور أنه على المستوى الدولي مصر اللي هي منخرطة خلال السنوات الماضية في أنه يكون في إطار علاقات جيدة، لأنه منع أو الحد من غسل الأموال ده الحقيقة أمر هام، لأنه غسل الأموال جريمة، لكن أتصور أنه هي جريمة مشتقة أو قد يكون أو قد يصاحبها جرائم أخرى، وبالتالي مصر وهي تتصدى للإرهاب على المستوى الدولي أو الفساد على المستوى الدولي بالتأكيد مزيد من العلاقات الجيدة مع دول كثيرة على مستوى الدولي أتصور أنه سوف يساعد مصر كثيرا في المقاومة لمثل هذه الجرائم. هل ترى أن هناك جهود حالية للاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعات العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ يعني هل ترى أن المجهودات المشتركة من الممكن أن تأتي بالمزيد من وقف هذه التجاوزات والتعديات المالية؟ بالتأكيد حينما يكون هناك مجهود مشترك فيما بين الدول بالتأكيد ده بيكون أفضل لأي دولة عن أنها تعمل بشكل منعزل، لأنه قضايا غسل الأموال اللي كما أشرنا قد تمتد لتشمل أكثر من دولة بالتأكيد متابعتها وملاحقتها وضبطها قد يحتاج مزيد من التنسيق والتعاون، ومهم أن التنسيق والتعاون ما يتمش فقط في عملية الضبط أو التحقيق، لكن مهم أنه يسبقها بأطر متابعة وتبادل المعلومات، لأنه هي ده بيحتاج مجهود كبير للغاية وبيحتاج تعاون فيما بين الأجهزة الأمنية في أكثر من دولة، وبالتالي هي هذه الجهود مهم أنها يكون في إطار من التنسيق والتعاون مع دول كبيرة على مستوى العالم، وعشان كده بيبقى في مؤتمرات دولية وتعقد في هذا الصدد بشكل دولي متتابع علشان يكون في مزيد من التنسيق والتعاون فيما بين الدول علشان هذه الجرائم يتم الحد منها، لانها بالتاكيد بتضع اثر سلبي على تطور النمو الاقتصادي وبتاثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي. شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا لك. ينضم إلينا الآن هاتفيا أيضا للمزيد من الفهم الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد، يعني هذه الاتفاقيات وهذا التعاون ما بين مصر والولايات المتحدة في واحدة من أهم الأمور الخاصة بمكافحة الفساد، فساد الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، كيف ترى أن مصر والولايات المتحدة يتفقان في نفس أسلوب العمل ويعربان من خلال هذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها الآن عن طريق الوفد المصري المتواجد في واشنطن، يعربان إذن عن الاستعداد الكامل للتعاون وتقديم المساعدات أيضا لمصر؟ يعني بالطبع هذه الاتفاقيات تمثل نقطة نوعية خاصة في مجال التعاون المصري الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل ومصادر تمويل هذا الإرهاب، لأن الإشكالية الكبرى أن الإرهاب ليس فقط العمليات العسكرية أو التفجيرات، ولكن الشجرة التي تغذي الإرهاب خاصة الدول والتنظيمات التي تدعم وتقدم الدعم المالي واللوجستي لهذه التنظيمات الإرهابية، سواء ومعروف عبر عمليات غسيل الأموال أو عبر الإنترنت والاتصال الإلكتروني، واستطاعت هذه التنظيمات الإرهابية أن توظف هذه الأموال من غسيل الأموال وحتى أحيانا من تجارة المخدرات وغيرها من الأموال غير المشروعة في أن تستقطب أعضاء جدد وتستغل حالة الفقر لدى البعض الشباب في الكثير من البلدان
في ان تضمهم اليها، ومن هنا تبرز اهميه تكثيف منابع الارهاب. هذه الخطوه مهمه في اطار السيطره على الفضاء الالكتروني، السيطره على حركه تنقلات الاموال بين البنوك العالميه فيما يتعلق بمسار هذه الاموال وتوجهها نحو الحركات والتنظيمات الارهابيه. كل هذا بيمثل حقيقه نقطه مهمه، خاصه بعد اندحار تنظيم داعش الارهابي كمؤسسه وتنظيم على الارض، لكنه يظل موجود في الفضاء الالكتروني، موجود فيه بصور مختلفه، وهذا يتطلب التوجيه الضربات الاستباقيه من خلال تكثيف منابع هذا التنظيم، وخاصه تمويل الارهاب. هناك ايضا الدول التي تلعب الارهاب، ونعم نعرف ان الدول مثل قطر وتركيا وغيرها من الدول تقوم باستضافه واحتضان ودعم بعض التنظيمات الارهابيه، والتي ايضا تحتاج الى مواقف رضاعه من المجتمع الدولي حقيقه. ولذلك فان مصر التي لديها تجربه في مهمه وناجحه في مواجهه الارهاب واستئصال جذوره، ايضا مهم جدا ان هناك تعاون خاصه في المجال التقني والمجال المعلوماتي والمجال الاستخباراتي والمجال الالكتروني مع امريكا في ظل تزايد هذا الخطر عالميا، وان الان لا توجد دوله بمفردها حقيقه قادره على مواجهه الارهاب. هذا بيقتضي التعاون الدولي من خلال سواء الاتفاقات الثنائيه او الاتفاقات الدوليه، وبالتالي يشكل النموذج المصري في هذه الاتفاقات نموذجا مهما للقضاء على الظاهره الارهابيه بكل ابعادها وكل مسبباتها. كيف ترى المساندة لمصر في مجال تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال؟ كيف ترى هذه المساندة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في جرائم هامة نتحدث عنها الآن، ونتحدث عن عملية القضاء عليها تماما؟ بالطبع لمصر تجربة مهمة ولديها سجل مهم في الحوكمة ومجال وفي مجالات مكافحة غسيل الاموال وغيرها من المجالات. مصر تطبق المعايير العمليه وهي عضو في كل التصفيات الدوليه الخاصه بغسيل الاموال او خاصه بالحوكمه وغيرها من الاتفاقيات. ولذلك هنا تبرز اهميه ان يكون هناك التعاون المصري الامريكي خاصه في هذه المجالات المختلفه، لان الخطر الان ليس خطرا ملموسا عسكريا، وانما الخطر الان تاتي من الفضاء الالكتروني، من عمليات استغلال البعض لعمليات غسيل الاموال وتجاره المخدرات وتجاره البشر وغيرها من الانشطه غير المشروعه، والتي تتطلب حقيقة تكاتف خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا التي الآن تعد معبرا للهجرة غير الشرعية وغيرها من المشاكل والأزمات التي تتطلب حقيقة خذ مواقف دولية واضحة فيما يتعلق بمواجهة كل هذه الظواهر وكل هذه المشكلات التي حقيقة تهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك فإن هذه الاتفاقات بين مصر وأمريكا تمثل عامة نقطة مهمة أولا، الأمر الثاني أنها تشكل حافزا لدول أخرى للانضمام مثل هذه الصفقات او ابرام صفقات او والالتزام بمعايير الحوكمه والمعايير العالميه في مواجهه الانشطه غير المشروعه ومنها انشطه غسيل الاموال. يعني هناك بعض التصريحات التي جاءت في هذا اللقاء، هذه التصريحات خاصة بالجانب المصري الذي أكد أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على تعزيز التعاون مع نظيرتها الأمريكية لبناء قدرات أفضل وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كيف تسعى الوحدة المصرية للاستفادة من كفاءة الوحدة الأمريكية؟ فقدنا التواصل بالدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. إذا نحاول مرة أخرى أن ينضم إلينا دكتور أحمد لاستكمال الحديث. شكرا في كل الأحوال لك دكتور أحمد على هذا التوضيح. إذا الاجتماع الذي عقده الوفد المصري مع وحدة التحريات المالية الأمريكية في واشنطن، بحث هذا الاجتماع زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة في مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجال التحليل المالي المتقدم. وأيضا كانت هناك إشارة إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر تمتلك الكثير من الاجتهادات الخاصة بها كجهة وطنية مسؤولة عن تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة، والآن هي تتشارك هذه الوحدة وبفاعلية كبيرة مع مجموعة الإيجمونت، حيث تشغل الوحدة حاليا منصب رئيس مجموعة العمل المعنية بالتدريب والمساعدة الفنية ونائب مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام، بالإضافة إلى عضوية الوحدة في فريق العمل المعني بتبادل المعلومات بشكل متعدد الأطراف.